السلام عليكم. اليوم راح نقدم لكم واحد المشروع، يعني تجور دائما في المواضيع اللي نختارها تجور نختار مواضيع اللي تكون عندها أهمية بالنسبة للوطن. وهذا المشروع تاع اليوم هو مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في القرب من حاسير مل بولاية الأغواط. إذن هنا نشوف نروح للموقع نتاع المكان، الموقع نتاع المشروع، وهنا نشوف هنا المحطة نتاع هنا تاع حاسير مل لإنتاج الغاز، لأن حاسر مل معروفة بإنتاج حقول الغاز مش البترول. البترول في حاسي مسعود، هنا في حاسر مل. إذن عندنا تم إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بسعة 600 ميجاوات، أي بالمقارنة سعة متوسطة بالنسبة لأكبر المحطة تولي الكهرباء في الجزائر. وهذه المحطة هنا نشوفوها فيها التوربين هذويا هنايا تاع 150، شارك توربين فيه تنتج 150 ميجاوات مضروبة في 4 تعطينا 600 ميجاوات. إذن المحطة هذه تستهلك الغاز وتنتج الكهرباء، ويعني أكيد تكون الإنتاج تاع الكهرباء هذا لتغذية حقول إنتاج الغاز هنا في حاسير مل. إضافة على ذلك كاين نقطة مهمة جدا، وهي قضية الفلاحة في الصحراء، وخاصة في منطقة حاسير مل، اللي كما نعرف عندها مؤهلات زراعية كبيرة جدا، والزراعة يعني تتكل كثير على إنتاج الكهرباء، لأن التوفير نتاع المياه يأتي باستعمال مضخات آبار تمشي بالكهرباء، وكذلك أنظمة الري نتاع المساحات الزراعية، الأنظمة تاع الري هذيك تمشي بالكهرباء. فإذا هذه المحطة إضافة، ستكون أكيد تكون إضافة أكيدة بالنسبة للقطاع الزراعي في هذه المنطقة. وأترككم مع الصور نتاع التدشين نتاع المحطة هذه الجديدة التي أخذت في الأسبوعين الماضيين هذه. والسلام عليكم.